نحن الآن في قرية منية المرشد، هذه القرية التي تتبع مركز مطوبس بمحافظة الدقالية، وهي إحدى القرى التي تندرج تحت المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ يوجد نحو 18 قرية في هذه المبادرة، بالإضافة أيضا إلى 187 تابع في تندرج تحت هذه المبادرة. المجمع الذي نتواجد فيه الآن هو المجمع الخاص بالخدمات المواطنين، وهذا المجمع الذي يحظى باهتمام كبير من جانب المواطنين في هذه القرية، لأنه سيوفر عليهم كثير من الجهد والعناء لتخليص المهام الخاصة بهم، سواء فيما يتعلق بمكاتب التموين، استخراج البطاقات الشخصية، وأيضا الشهر العقاري. كل هذه الخدمات يستطيع المواطن أن يأتي إلى هذا المركز الذي نقف أمامه لإنهاء هذه الخدمات المختلفة داخل هذه القرية وداخل مكان واحد، وبالتالي يوفر الجهد والعناء. يجاور هذا المجمع الزراعي، وهذا المجمع أيضا الذي يقدم خدمات مختلفة للمزارعين، وخصوصا أن النشاط الرئيسي لأهالي هذه القرية هو الزراعة. بالنسبة للقطاع الصحي يحظى باهتمام كبير داخل هذه المبادرة، ولا سيما أن هناك نحو 24 وحدة صحية في مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، يعني تم الانتهاء من العمل فيها، وهذه الوحدات الصحية تم بناؤها وتشييدها وفقا الشروط والضوابط الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومن ثم فإن هذه الوحدات الصحية تقدم الخدمات المختلفة للمواطنين على أكمل وجه، وبالتالي يستفيد المواطنون من كافة هذه الخدمات الصحية. القطاع التعليمي هو الآخر واحد من أهم القطاعات التي حظي باهتمام كبير في هذه المبادرة، وخصوصا أن عدد كبير من المدارس دخل في الخدمة بالفعل مع بداية العام الدراسي الحالي، بعد أن تم الانتهاء من إحلال وتجديد عدد من المدارس، بالإضافة إلى إنشاء مدارس جديدة، وهذا أيضا يؤثر بشكل إيجابي على الخدمة التعليمية، سواء بالنسبة للمعلمين أو حتى بالنسبة للطلاب أو التلاميذ المستفيدين من هذه المدارس، والذين وخصوصا أن هذه المدارس تم تزويدها بمعامل على أعلى مستوى، بالإضافة أيضا إلى تزويد هذه المعامل بكافة الأدوات المختلفة، وبالتالي يستطيع الطالب أن يحصل على الخدمة التعليمية على أكمل وجه، بالإضافة أيضا إلى إمداد هذه المدارس بكافة الأجهزة التكنولوجية الحديثة التي تساعد في تقديم خدمة تعليمية مكتملة. بالنسبة لمشروعات البنية التحتية، فهي أيضا يعني تم الانتهاء من عدد كبير من هذه المشروعات الخاصة بالبنية التحتية، وخصوصا أن هذه المبادرة تشمل نحو 54 مشروعا للبنية التحتية، بالإضافة أيضا إلى مشروعات خاصة بالشباب ولا سيما مراكز الشباب، فعدد مراكز الشباب في هذه المنظومة أو هذه المبادرة هنا في هذا المركز وصل إلى 15 مركزا للشباب، بالإضافة أيضا إلى عدد كبير من المشروعات الخاصة بشبكات الصرف الصحي ومشروعات مياه الشرب التي تصل إلى 25 مشروع. كل هذه المشروعات توضح أن الصورة شيئا فشيئا تكتمل داخل القرى الريف المصري، وبالتالي هناك اهتمام كبير من جانب القيادة السياسية لإنهاء هذه المشروعات حتى يكون هناك يعني حياة كريمة بالنسبة للمواطنين في القرى والريف المصري. جانب آخر من المشروعات الخاصة بحياة كريمة يتمثل في القوافل التوعوية والقوافل الطبية التي تتجول في هذه القرى من حين لآخر، بالإضافة أيضا إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية، وخصوصا أن أول أمس كان هناك يعني تم تجهيز نحو 100 عروس من محدودي الدخل ومن الفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبالفعل تم تجهيز هذه الفتيات بالأجهزة الكهربائية وكافة الأمور التي تحتاجها أي فتاة في عند الزواج، وتم تقديم هذه الخدمات المختلفة تحت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالإضافة أيضا إلى أن هناك الكثير من المشروعات التي تعمل على التمكين الاقتصادي للمرأة وتحسين الوضع الاقتصادي بالنسبة للسيدات من خلال الورش الخاصة بتعليم السيدات في القرى التابعة لمركز مطوبس الحرف اليدوية، حتى تستطيع السيدات هنا أن تعيل أو تقوم بتحملها لبعض أو جزء من النفقات في الأسر الخاصة هنا أو التي تعيش هنا في هذه القرى. كل هذه الخدمات وكل هذه المشروعات تم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع، ومن ثم فإن حياة كريمة كما يقول الأهل هنا استطاع بالفعل أن تغير وجه الحياة في الريف المصري. إليكم مرة أخرى في الاستوديو.